ان شاء الله عبال الفراح عنكم جميعا. والله البنت تقبش قلبي مثل السكره. الله بدك تدغري يا ام زافر؟ يعني نحن كلياتنا هيك قلنا، لا تزعلي مني، قلنا معقوله يعني ام زافر وقده ودلقه تجوز ابنها لخدامه؟ يبليك الهي بحمه وحميره وابو خريون ونبيره. لك ليش لسانك طويل؟ ليش ما شفتيها البنت امبارح باحلاها؟ والله بتقول للقمر غيب، لا عقد عواضك قاضي ومفتي ونقيب، شبك؟ لك ما حكيت شيء، ما حكيت شيء، انا شبك اللي حطي علي مثل الاباء. الله اكبر. لك بالعكس بالعكس يا ام زكي، انا حبيتها من صمصومه قلبي، بس قصدي يعني انه ام زافر وعلى سنه ورمحت. شوفي يا فريال خانم، واللي خلق المخاليق بهي عندي مثل نعمه وما بفرق بيناتهم. وبعدين ما بعرف هالبنت هيك قلبي بالهفله، وابو ظافر عنده حنيه قلب عليها مو معقوله. يعني بعدين لما شاف اخلاقها وتربايتها قال لابد هالبنت تكون مرته لظافر، لانه عدم المؤاخذه يعني الانسان باخلاقه وتربايته. اي والله يا ام ظافر، الانسان باخلاقه وتربايته، مو هيك يا نعمه؟ لك يا خالتي، شو يعني حتعملوا لي وعظ يعني؟ شو القصه؟ لك ما حكيت شيء ولا قصدت شيء؟ يا ستي الله يهني سعيدك، بس قصدي الله يتمم بخير. امين. لوين حبيبه قلبي؟ لوين رايحه؟ سوي لكم قهوه. خليكي قاعده معنا. لا حبيبه قلبي انا بشبع فيك. ابن عيوني. اديها ساده للساده. انا مثل هيك.